طابت أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار نبدأها بأبرز الأنباء. اجتماع لمنسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مع المجلس المحلي درنا والأخير يطالب برفع الحصار وتأمين ممرات لقوافل الإغاثة. في برازافيل انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا. البرلمان الإيطالي يقرر إدارة معسكرات اللاجئين في ليبيا. أهلا بكم. ناشد المجلس المحلي لمدينة درنا الحكومة المقترحة على ضرورة تنفيذ كافة التعهدات للمساهمة في رفع الحصار على المدينة، ودعا المجلس في بيان له الجمعة كافة المنظمات الدولية بضرورة البدء في تقديم الإغاثة الضرورية والعاجلة وتوفير الحماية الدولية لكافة عمليات الإغاثة سواء الدولية أو المحلية، والعمل على إرسال لجنة لتقصي الحقائق. هذا وأكد رئيس المجلس المحلي درنا عوض العارج أن المجلس طالب جميع الأطراف بمن فيهم الحكومة المقترحة بالوفاء بتعهداتهم لرفع الحصار عن المدينة فورا. وأوضح العارج في تصريح خاص للتناصح أن ميناء المدينة مستعد لاستقبال أي مساعدات تساعد في تخفيف الحصار وخاصة الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، مطالبا المنظمات الحقوقية والدولية إلى مخاطبة من يحاصر المدينة بضرورة توفير ممرات آمنة لإدخال تلك المساعدات. وقال رئيس المجلس المحلي درنا عوض العرج إنه التقى منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو الأربعاء. العرج قال للتناصح إنه قدم تفاصيل كاملة لما تعانيه مدينة درنا جراء الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا ما يسمى بالكرامة لمنسقة الأمم المتحدة، مطالبا برفع الحصار الظالم على المدينة وبتأمين ممرات آمنة لقوافل الإغاثة وإرسال بعثة لتقصي الحقائق لتتقصى ما يدور. يشار إلى أن القوانين الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان تمنع حصار المدن والاعتداء على المدنيين. ومعنا عبر الهاتف السيد عوض العرج رئيس المجلس المحلي درنا. سيد عوض أهلا بك، وبداية لو تطلعنا على هذا اللقاء الذي جرى مع منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لمشاهدينكم الكرام. نحن طبعا اجتمعنا بالبعثة الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي بناء على طلب منا. كنا نود أن نقابل السيد غسان سلامة، ولكن نظرا لانشغاله فقد اتصلوا بنا وحددوا لنا موعد مع السيدة ماريا التي كانت هي مهتمة بمدينة درنا وقضية مدينة درنا، وتم عرض القضية على البعثة الأممية ووجدنا منهم تفاهما ووجدناهم أنهم مهتمين بهذا الموضوع. وفي اليوم التالي يوم الخميس الماضي أرسلت لنا بعثة الأمم المتحدة بأنهم قد أرسلوا مواد إغاثة ومادات طبية بناء على طلب من مستشفى درنا، ولكن هذه المعدات لم يستطع إلى حد الآن الدخول إلى المدينة نظرا لعدم وجود آلية لإدخال هذه المساعدات الإنسانية للمدينة. طيب لو تطلعنا على تفاصيل ما جرى من حديث مع بعثة الأمم المتحدة أو هذه المنسقة في هذه البعثة. نعم، لو تطلعنا على تفاصيل ما جرى من نقاش مع منسقة الشؤون الإنسانية.
والله التفاصيل اغلبها قلتوها يعني في مقدمه خبركم عن مدينه درنا، ولكن نحن يعني نصر على فتح الممرات والسماح للحالات الانسانيه بالخروج للمدينه، نظرا لان هناك مرضى يعانون ولا يستطيعون الخروج من المدينه لتلقي علاجهم سواء كان في الخارج او في بنغازي او او مستشفيات برد. نعم. طيب ما الذي قالته لكم منسقه الشؤون الانسانيه؟ ما هي رؤيتها للأوضاع في مدينة درنا؟ والله أبدت استياءها من أوضاع التي وصلت الإنسانية التي وصلت إليها المدينة، ووعدتنا بأنها سوف تعمل على تخفيف هذه المعاناة، ونحن طلبناها بضرورة رفع الحصار وضرورة استخدام الأمم المتحدة لكل قوانين والأدوات التي لديها في سبيل رفع هذا الحصار، وأن تحل مشكلة درنا حلا سياسيا وليس عسكريا. نعم، هل تتوقعون أي رد فعل من الأمم المتحدة أو قرار في هذا الشأن وفك الحصار عن المدينة، أو حتى توفير ممرات آمنة وإجبار الأطراف التي تحاصر درنا على توفير هذه الممرات؟ نحن نتوقع ذلك من سواء من الأمم المتحدة أو من حتى الأعيان والمشايخ في منطقة برقة. إنما يحدث في مدينة درنا هذا لا يمكن السكوت عليه، ومجرد عدم الحديث على 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 هذا الحصار يعتبر مشاركة فيه. نحن يجب أن نطالب الجميع برفع الحصار على هذا المدينة، على أهالي هذه المدينة، وأن هذه ليست من لا من أخلاقيات المجتمع الليبي ولا يسمح بها القانون الدولي ولا العرف ولا حتى الدين الإسلامي. نعم، حسب رأيكم هل منسقة الشؤون الإنسانية أو بعثة الأمم المتحدة قادرة على أن تقوم بإجراء على الأرض بشأن درنا؟ هم وعدونا بأنهم سوف يعملون على عمل ما يستطيعون عمله، ونحن ننتظر في ذلك إن شاء الله. ليس لدينا إلا المطالبة واستخدام الطرق السلمية لحل هذه المعضلة. نعم، أشكرك جزيل الشكر رئيس المجلس المحلي درنا سيد عوض العيرج، كنت معي عبر الهاتف. قال أو أكد منسق تجمع أهالي مدينة درنا عادل البرعصي أن الأوضاع داخل المدينة كارثية ومأساوية. البرعصي في تصريح للتناصح ذكر أن أهالي المدينة ازدادوا وحدة في صفوفهم بعدما جرى من حصار على المدينة، مؤكدا أن مدينته تتعرض للظلم الشديد. وكان البرعصي قد أكد في تصريح تلفزيوني على ضرورة تشغيل ميناء درنا البحري تحت حماية دولية حتى تصل الإغاثة الإنسانية في أسرع وقت. لازالت حتى هذه اللحظة ميليشيات الكرامة والأطراف الداعمة لها تطبق الحصار على مدينة درنا وترفض كل المساعي الإنسانية لخروج المرضى والعالقين منها في ظل صمت شعبي ورسمي إزاء هذا الحصار. تقرير الزميل عمار الحبيب فيه تفاصيل أكثر. لم يفرق حصار درنا بين طفل أو امرأة أو شيخ كبير، فالكل في العقوبة سواء، والكل مذنب ويستحق العقاب. هكذا قال حفتر. قضية الحصار أخواننا ما يكون في مزح. لما نقول حصار ما حصار، حتى بشيء فرق الواحد مش كل مرة جايين يقول والله حجر يبعد وما تحزن لا المرة لا هي وحدين برضا يحددوا وعويل يجاقوا وطموين يجاقوا وهذا الكلام هذا كلنا مش شايفين. الحصار حصار ما فيش حصار معنا خن. في الوقت الذي بدأت وتيرة الإدانات المحلية والدولية تتسارع وتعلو للتنديد بحصار درنا، ها هي ميليشيات الكرامة اليوم تعيد الخناق وتشدد الحصار على المدينة، فقد أمرت قياداتها بإغلاق جميع المنافذ البرية لدرنا وعدم السماح بالخروج أو الدخول للمدينة في مشهد يعيد للأذهان حصار شعب أبي طالب. أبرز من تضرر من حصار درنا هذه الأيام الحاج إدريس أبو زجيبة البالغ من العمر 93 عاما، حيث تعرض أبو زجيبة لكسر في الحوض مما اضطر أبناؤه لنقله إلى مدينة البيضة
لعدم توفر الإسعافات الأولية بمستشفيات درنة، وما إن وصلت سيارة الإسعاف إلى بوابة كرسة منعتها ميليشيات الكرامة من العبور ومنعت معها آلام بوزجيبة من التوقف. وفي مشهد آخر تموت طفلة دون أن يجد والدها وقودا لسيارته كي يسعفها، وامرأة لم تجد دواء لمرض الكلى انتقلت روحها إلى ربها ولم يفك حصار المدينة. المطر هذا يوم مطر المستشفى، الكلمات ما فيه، الأدوات ما فيه، الصالينة ما فيه، أكون. والمحزن في الأمر أن العالم صم آذانه عن سماع معاناة 130,000 مواطن، بينما يصغي لمزاعم ميليشيات لم ترقب في أهل درنا إلا ولا ذمة ولا قرابة، بل ولا حتى تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة الأخيرة حول درنا لم ترق لمستوى التنديد والقلق. ورحم الله أياما كان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالقلق ويعرب عنه، لكن اليوم لم تجد درنا أحدا يندد ولا يشعر بالقلق. وإلى شأن ليس بعيد عن مدينة درنا في بنغازي، قالت مصادر إعلامية من هناك إن لغما أرضيا انفجر في منطقة الصابري أدى إلى فقد طفل لم يتجاوز 14 سنة لساقيه جراء هذا الانفجار. مسؤولون في مستشفى الحوادث قالوا إن بتر ساقي الطفل راجع للإصابة البليغة التي تعرض لها جراء الانفجار، مؤكدين أنه يتمتع بحالة صحية جيدة. أشار إلى أن منطقة الصابري كانت مسرحا للعمليات القتالية بين ميليشيات مجرم الحرب حفتر وقوات ثوار بنغازي. قالت مصادر إعلامية من مدينة بنغازي إن هدوءا حذرا يسود كافة محاور مدينة بنغازي والتي كان يدور القتال فيها بين ثوار المدينة وميليشيات حفتر. المصادر ذاتها أكدت وجود اشتباكات مسلحة نشبت بين أطراف تابعة لميليشيات الكرامة في ساعات متأخرة من مساء الجمعة، يعتقد أنها في منطقة السلمان ولم تعرف الأطراف التي شاركت فيها ولا ما نتج عنها. أشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت مؤخرا تواجدا كثيفا لمجموعات مسلحة منذ أن أعلن عن تكليف فرج جايم وكيلا لوزارة الداخلية بالحكومة المقترحة. قامت ميليشيات الكرامة بتصفية 5 أشخاص مدنيين من مدينة جدابيا رميا بالرصاص أمام سكان المدينة حسب مصدر مطلع. وقال المصدر للتناصح إن عملية التصفية تمت في جزيرة سوق السيارات بحضور آمر محاور السائقة المدعو محمود الورفلي، وتمت العملية بأمر وإشراف منه. وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الضحايا اعتقلتهم ميليشيات الكرامة قبل أيام بالتعاون مع عدد ممن ينسبون للتيار المدخلي في المدينة حسب المصدر. وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة إيقاف وقبض بحق المدعو محمود الورفلي، كما سبق أن أكدت قيادة ميليشيات الكرامة إيقاف الأخير عن العمل. لازال القيادي في ميليشيات الكرامة يزاول مهامه حتى بعد إعلان المسماري إيقافه وإصدار الجنايات الدولية مذكرة تطالب بتسليمه. فيشرف الورفلي مرة أخرى على عملية تصفية جديدة هذه المرة في مدينة جدابيا. تقرير الزميل علاء بن سليمان في تفاصيل حول الموضوع. مجددا، يشرف القيادي في ميليشيات الكرامة محمود الورفلي على عمليات تصفية لخمسة أشخاص مدنيين في مدينة جدابية على مرأى ومسمع من سكان المدينة، الأمر الذي ينفي ما سبق أن صرح به المتحدث باسم ميليشيات حفتر أحمد المسماري منتصف أغسطس الماضي. عليه، ونحن نحيي المحكمة الجنائية الدولية على مجهوداتها المبذولة في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي وحماية الشعوب من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة. نحيطكم علما
بأن المتهم في دعوتكم القضائية الرائد محمود مصطفى الورفلي يخضع الآن للتحقيق أمام المدعي العام العسكري. بين بيان المسماري وقرار الجنايات الدولية الصادر بحق الورفلي، تراقب المنظمات الحقوقية المحلية منها والدولية عن كثب ما يجري شرق ليبيا، خصوصا بعد أن ظهر آمر محاور الصاعقة في عملية تصفية جديدة، ويبرز في العملية دور أتباع التيار المدخلي بجدابية، حيث يؤكد شهود عيان أن ضحايا عملية التصفية قبض عليهم من قبل ميليشيات الكرامة بطلب من كبار المداخلة في المدينة، حيث يتهم أتباع هذا التيار الضحايا بالخوارج والتكفيريين والإخوان. كما يعد آمر محاور ميليشيات الصاعقة محمود الورفلي محسوبا على هذا التيار الذي عرف في الوسط الليبي بالتيار المتشدد، فسبق وأن ظهر الورفلي في عملية تصفية لشخص في مدينة بنغازي وهو يردد عبارات وأبيات شعرية تدل على مدى تطرف ودموية هذا التيار. ما قدرنا على قتلهم إلا تقربا لوجه الله سبحانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي علوم الأدلة الدالة على إباحة دمائهم. وطعن برمز الحق كل معاذب لله نبغل فارس الطعام واكمل بسيف الصدق حملك مخلصا متجردا لله غير زمان. ففي الوقت الذي يدعي فيه المداخلة محاربتهم مع ميليشيات الكرامة لتنظيم الدولة ومكافحتهم للإرهاب، تظهر تسجيلات مسربة لقادتهم تؤكد تورطهم في تهريب أفراد تنظيم الدولة من مدينة بنغازي، كما تورطوا أيضا في تهريب عناصر التنظيم من مدينة درنا إلى سرت إبان حرب البنيان المرصوص. أدان المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير اعتقال الإعلامي حسين رجب رئيس قسم الشؤون السياسية بإذاعة المرج المحلية من قبل ميليشيات الكرامة، واعتبر المركز أن الاعتقال يأتي ضمن سياسات قمعية ممنهجة في إطار محاولة تكميم الأفواه وتقييد الحريات، وهو ما يهدد مصير كافة الإعلاميين والصحفيين حسب تعبيره. واعتقل حسين رجب بالمرج بسبب منشورات كتبها في صفحته على فيسبوك انتقد فيها قرارات الحاكم العسكري عبد الرازق الناظوري. انطلقت في العاصمة الكونغولية برازافيل اليوم السبت أعمال الاجتماع الرابع للجنة الإفريقية رفيعة المستوى والمعنية بإيجاد حل للصراع في ليبيا، القمة التي انطلقت بحضور 15 رئيس دولة يحضرها عدد من الشخصيات الليبية من بينها رئيس المجلس الرئاسي المقترح ورئيس البرلمان المنحل ورئيس ما يعرف بمجلس الدولة، بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة. وحسب اللجنة الإفريقية فإن الاجتماع يأتي في إطار مساع يبذلها الاتحاد الإفريقي لإنهاء ما قالت إنه الجمود السياسي في ليبيا في ظل الانقسامات الحادة التي لم تفلح مبادرات الأمم المتحدة والدول العربية في حل حالتها. قال مصدر مسؤول إنه تم إخراج كل من عبد الحميد الدبيبة وبشير صالح من قاعات الاجتماعات بالكونغو بطلب من فايز السراج وعبد الرحمن السويحلي. المصدر ذاته قال إن سبب إخراج المعنيين هو عدم وجود أي صفة رسمية لهما ولا يشغلان أي وظيفة حكومية في ليبيا. في ذات السياق قال الدبيبة أنه يمثل مصراته في الاجتماع، بينما ادعى بشير صالح أنه يمثل نظام القذافي، ما جعل رئيسي المجلس الرئاسي المقترح والأعلى للدولة يطلبان إخراجهما من القاعة. التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وزير الخارجية الكونغولي أنكاسو جان كولت في برازافيل التي وصل إليها لحضور قمة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا. وبحسب منشور لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها الرسمية
فإن سلامة سيحضر القمة بصفة مراقب للملف الليبي. هذا وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال اجتماع برازافيل إن الهدف من وجوده في المشهد الليبي وهدف الاجتماع الذي دعا إليه الأمين العام هو العمل الجماعي ومحاولة الوصول لحل ينهي الأزمة في ليبيا. وبحسب الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن سلامة شدد خلال القمة على ضرورة تعاون الأطراف معا بانسجام ومحاولة الابتعاد عن المنافسة والجهود الفردية من أجل مساعدة الليبيين. قال بيان للخارجية الجزائرية إن وزير الخارجية عبد القادر مساهل يشارك في أعمال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا الذي سيعقد في برازافيل. وحسب نفس البيان فإن اجتماع برازافيل يندرج في إطار قرارات مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تجدد التزام المنظمة الإقليمية بمساعدة الأطراف الليبية لإيجاد حل لأزمة بلادهم. أعلنت الخارجية المصرية أن نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية السفير حمدي سند توجه الجمعة إلى العاصمة الكونغولية برازافيل لرئاسة وفد مصر في اجتماع لجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي ودول الجوار حول ليبيا، وذلك بمشاركة السفير المصري لدى ليبيا. وكانت الجامعة العربية قد أعلنت مشاركة الممثل الخاص الأمين العام إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي نيابة عن أحمد أبو الغيط في هذا الاجتماع. قال عضو المجلس الرئاسي المقترح فتحي المجبري إنه يرفض نهج رئيس المجلس المقترح فايز السراج باتخاذه قرارات بشكل منفرد دون الرجوع إلى المجلس الرئاسي المقترح أو الحكومة. المجبري في لقاء صحفي قال إن السراج اتخذ قرارا بتقسيم ليبيا إلى مناطق عسكرية وتكليف رئيس أركان للجيش دون العودة للمجلس، مؤكدا أن اتفاق الصخيرات ينص على أن المجلس مجتمعا هو القائد الأعلى للجيش حسب قوله. من جهته استهجن موقف الدول الداعمة للاتفاق ومبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة. هذه النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. وفاة الشيخ معتوق العماري أحد مشايخ بنغازي عن عمر ناهز 100 عام. Oh,
أهلا بكم من جديد. أعلن نائب وزير الخارجية الإيطالي ماريو جيرو أن حكومته تنوي تخصيص 6 ملايين يورو في غضون الشهر الحالي للمساعدة في تحسين أوضاع احتجاز المهاجرين في ليبيا. وأضاف جيرو في تصريحات صحفية أن إيطاليا تريد المشاركة في إدارة معسكرات الاحتجاز الليبية عبر المنظمات غير الحكومية لتحسين ظروف المهاجرين المحتجزين داخلها. وأوضح أن المشروع المقرر إدارته بواسطة المنظمات غير الحكومية يهدف في البداية إلى تقديم المساعدات الغذائية والأساسية والطبية من الخارج. قالت الحكومة الإيطالية إنها وضعت خطة مفصلة لتمكينها من إدارة عدد من معسكرات المهاجرين واللاجئين بشكل مباشر وبالتعاون مع منظمات غير حكومية إيطالية. وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أن مسؤولية التحكم في ظروف المهاجرين العالقين في ليبيا تقع على مسؤولية حكومة بلاده، مضيفا أن هناك منظمات إيطالية غير حكومية سوف تتبنى منظمات ليبية غير حكومية لإنشاء شبكة من الشباب الليبيين والمكرسين لاحترام حقوق الإنسان وفق قوله. رأى برلماني إيطالي أن أعمال العنف ضد المهاجرين في مراكز الإيواء الليبية كانت متوقعة بشكل مأساوي حسب تعبيره. عضو مجلس النواب الإيطالي بيبو تشيفاتي بحسب وكالة آكل إيطالية أضاف أنه بينما يدعي وزير الداخلية ماركو مينيتي الشفافية في الاتفاقات المبرمة مع ليبيا لوقف وصول المهاجرين، تكشف منظمة أطباء بلا حدود عن فضيحة كانت حتى الآن مخبأة فقط تحت حجاب الدعاية وفق قوله، وأنه حيث تنتهك في المخيمات الليبية أبسط حقوق الإنسان بشكل منتظم وفق قوله. أعلنت منظمة CIA الإغاثية الألمانية غير الحكومية السبت عن استئناف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط بعد شهر على وقفها بسبب منع المنظمات غير الحكومية من تسيير دوريات قبالة سواحل ليبيا. وقالت المنظمة في بيان لها أن عمليات تدخل السفينتين CI وسي فوكس ستجري في المستقبل على بعد 70 إلى 90 ميلا بحريا قبالة السواحل الليبية، أخذتين في الاعتبار التحذيرات المستمرة لخفر السواحل الليبي وعدم تعريض سلامة طاقميهما للخطر. قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد الحسين إن 7 رؤساء دول وحكومات أوروبية وإفريقية وافقوا في باريس الأسبوع الماضي على خطة عمل بشأن الهجرة واللجوء مرتبطة بالتحركات من جنوب الصحراء الكبرى عبر ليبيا إلى أوروبا. جاء ذلك في بيان للمفوض السامي الجمعة أشار فيه إلى أن المشاركة في إعادة المهاجرين إلى ليبيا قسرا يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأن الفشل في وضع مخطط تفصيلي لمعالجة الكارثة الإنسانية في ليبيا وعلى سواحلها كان الأكثر إثارة للقلق في وثيقة. أصدر قسم الشؤون الإنسانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الجمعة تقريره بشأن تداعيات الأزمة السياسية والإنسانية وأعمال العنف على الأطفال في ليبيا. التقرير أوضح أن أطفال ليبيا وقعوا ضحايا للعنف والألغام والمفخخات والجريمة المنظمة والاختطاف وكذلك النزوح وأعمال العنف والأزمة الإنسانية، ما جعلهم يحتملون أعباء العنف والأزمة وانعكاساتها النفسية، مؤكدة أن ليبيا تمر بأزمة سياسية وحالة من الفوضى، معربة عن استنكارها الشديد حيال ما آلت إليه الأوضاع في البلاد. أشار إلى أن قسم الشؤون الإنسانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا دعا إلى العمل على إيجاد حلول عاجلة.
أطلق مجلس شيوخ التبو وأعيانهم دعوة لمناطق الجنوب ومدنه كافة إلى إعداد وثيقة للتعايش السلمي في الجنوب خاصة وليبيا بشكل عام. المجلس في بيان له عقب اجتماعه الخامس بمدينة مرزق دعا مناطق الجنوب إلى الاجتماع ومناقشة مبادرة التعايش وتشكيل لجنة للتواصل في هذا الشأن وتحديد موعد للقاء. وأكد المجلس على حرمة الدم الليبي والتزامه بإقامة دولة مدنية على أسس حديثة، إضافة إلى إرساء مبدأ التعايش السلمي مع القبائل والأهالي في منطقة فزان ونبذ العنف وإرساء مبدأ السلام والحوار. دعت منظمات تونسية الأمم المتحدة إلى بذل مزيد من الجهود للكشف عن مصير الصحفيين التونسيين سفيان الشواربي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا. وقالت نقابة الصحفيين التونسيين والاتحاد العام للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس إنها تعول على دور الأمم المتحدة للإفراج عنهما بعد توفر معلومات تفيد ببقائهما على قيد الحياة، مطالبة في الوقت ذاته الدولة التونسية تحمل مسؤولياتها للإفراج عنهما. أشار إلى أن الشواربي والقطاري خطفا في شهر أغسطس من العام 2014. توفي الشيخ معتوق العماري شيخ مشايخ مدينة بنغازي في تعليم القرآن الكريم وتدريس علومه عن عمر ناهز 100 عام صباح السبت. وكان الشيخ معتوق وعائلته هجروا من المدينة عقب انطلاق ما يسمى بعملية الكرامة في بنغازي في مايو 2014. أشار إلى أن ميليشيات الكرامة قامت بتهجير عديد المشايخ وحفاظ القرآن في مدينة بنغازي، أبرزهم الشيخ بوشعالة الذي توفي بعد إخراجه من بيته بتهمة أنه من الخوارج. أكدت شركة البريغا لتسويق النفط عبر صفحتها فيسبوك السبت اختطاف شاحنة محملة بالوقود وسائقها في طريق الجفرة. وناشدت الشركة في منشورها أعيان وحكماء المدينة التدخل العاجل لمعرفة مصير السائق وتأمين سلامته، داعية إياهم إلى ضرورة تأمين الطرقات العامة لحماية شاحنات الوقود. اعتبر عضو رابطة علماء المغرب العربي وعضو مجلس البحوث بدار الإفتاء الليبية الشيخ سامي الساعدي أن ما يحدث للمسلمين الروهينجيا في بورما هي حملة تطهير عرقي، وينبغي على المسلمين أن يقفوا مع إخوانهم ضد هذا العدوان. وأضاف الساعدي في تصريح لقناة التناصح أن بعض الحكام العرب تآمر مع أعداء الأمة وبعضهم عاجز، ولذلك يجب مخاطبة الأمة والشعوب المسلمة باعتبارها قوة يجب أن تقف بقوتها وأصواتها وأموالها لمناصرة المحاصرين والمهجرين من مسلمي الروهينجيا. حثت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي الجمعة السلطات الميانمارية على احترام حقوق المدنيين خلال العمليات الأمنية وفق قولها. هايلي في بيان لها قالت إن الولايات المتحدة ستواصل حث سلطات ميانمار على إيصال المساعدات الإنسانية التي تعهدت بتقديمها إلى النازحين جراء أعمال العنف في إقليم أراكان في أسرع وقت ممكن، معربة عن قلق بلادها العميق جراء التقارير التي تؤكد تواصل أعمال العنف ضد المدنيين الأبرياء. تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيادة الدعم الإنساني 10 أضعاف لمسلمي ميانمار في بورما بعد فرار 270,000 منهم إلى بنغلاديش جراء حملة عسكرية في ولاية أراكان. الرئيس التركي عبر عن استعداد بلاده لبناء مخيمات لجوء مؤقتة أفضل لهؤلاء الفارين من الاضطهاد. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي الجمعة إن وكالة التنسيق والتعاون التركية
انتهت من توزيع 1000 طن مساعدات على اللاجئين الروهينجيا في بنغلاديش. ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب ساحل المكسيك الجنوبي إلى 61 شخصا في وقت جرح 200 آخرون ودمرت مباني وما زال العشرات عالقين تحت الأنقاض. مسؤولون مكسيكيون أكدوا أن عمليات إنقاذ تجري في ولاية تباكو جنوبي شرقي البلاد الأكثر تضررا، حيث ما زال عدد من السكان عالقين تحت الأنقاض. يشار إلى أن قوة الزلزال بلغت 8.2 على مقياس ريختر، وهو الزلزال الأقوى منذ 100 عام في المكسيك. قدر خبراء أمريكيون حجم الخسائر المتوقعة لاجتياح إعصار أرما لولاية فلوريدا ب 200 مليار دولار أمريكي حسب تقديرات مركز أبحاث أنكا. خبير الكوارث الطبيعية تشاك واتسون قال إن الإعصار سيمثل خطرا لصناعة التأمين لأنه سيلحق الضرر بنصف مساكن الولاية، مؤكدا أن التكلفة المباشرة تقدر ب 135 مليار دولار وخسائر اقتصادية أخرى تقدر ب 65 مليار دولار. في ذات السياق نشرت تقارير تقول إن الأضرار ستلحق ب 8.5 مليون عقار، وتفقد قرابة نصف سكان الولاية لمنازلهم. وقالت رويترز للأنباء إن ثلث محطات البنزين في المناطق الحضرية من الولاية قد أغلقت إلى ما بعد مرور الإعصار. رفضت محكمة استئناف أمريكية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حظر مؤقت على دخول لاجئين من ليبيا وإيران وسوريا والصومال والسودان واليمن للبلاد. هيئة محكمة استئناف الدائرة الأمريكية 9 والمكونة من 3 قضاة قالت إن الحكومة لم توضح بشكل مقنع أسباب وجوب تطبيق الحظر على أقارب المقيمين القادمين من الدول الست أو اللاجئين الذين لديهم ضمانات من وكالات إعادة توطين اللاجئين. في ذات السياق خلص مراقبون إلى أن هذا الحكم هو أحدث ضربة قانونية يتلقاها ترامب. قال مراسل هيئة البث الرسمية في الكيان الصهيوني شمعون أران إن أميرا سعوديا زار فلسطين المحتلة والتقى عددا من المسؤولين الصهاينة في الفترة الماضية. ومن جهته بيّن أن الاجتماعات تناولت التعاون المشترك وما يسمى بعملية إحلال السلام، مؤكدا رفض وزارة الخارجية وديوان الرئاسة الصهيوني التعليق على ذلك. في ذات السياق قال نتنياهو إنهم تمكنوا من اختراق كتلة الدول العربية وأن التعاون أصبح غير مسبوق مع أطراف لا تربطهم معهم أي اتفاقيات سلام، مؤكدا أن أغلب الاتصال جرى سرا على حد وصفه. إلى أبرز الأنباء. اجتماع لمنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مع المحلي درنا والأخير يطالب برفع الحصار وتأمين ممرات لقوافل الإغاثة. في برازافيل انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا. البرلمان الإيطالي يقرر إدارة معسكرات اللاجئين في ليبيا. شيخ مشايخ بنغازي معتوق العماري في ذمة الله عن عمر ناهز 100 عام. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل المصاحب. السلام عليكم.